احنا الساعة جت 6 مش كده ولا ايه؟ ايوه يا دكتور، 6 ودقيقة كمان. اوكي 6 تمام، احنا جاهزين. تمام ممكن نبدأ. اوكي ماشي شكرا. طيب تيست 12 ميديكال ديز اوردرز 1 سي 2 دي 3 سي 4 سي 5 سي دكتور 3 معلش. 3 target blood pressure you want to achieve in hypertensive pregnant 140-90. ده هو يعني لو انا اديت لها anti hypertensive medication او كده عشان اوصل ل 140-90 ما قللوش عن كده، لان هو already placental perfusion بتبقى متعودة على ضغط عالي، فانا لو قللت عن كده هي بتبقى في high resistance ممكن قوي decrease the blood flow او placental perfusion للبيبي، فانا بيبقى الهدف بتاعي ان انا اوصل ل 140-90 ما قللوش عن كده. تمام شكرا. العفو. 4 سي 5 سي 6 اي 7 سي 8 دي 9 اي 10 اي 11 10 all the following are complications of hyperemesis except hyperemesis دي يعني she is losing بترجع يعني فال HCL بتاع الستومك سكريشن يعني بيبقى بتفقده، فهي طالما ان هي بتفقد اسيد فهي بيبقى عندها الكالوزس، فبيحصل لها اسيدوزس؟ لا، هي بيحصل لها الكالوزس لان شي از لوزينج الكلورايد، فهي بالتالي بيحصل لها الكالوزس مش اسيدوزس. ديهايدريشن بيحصل ديهايدريشن، هايبوكاليميا طبعا بيحصل هايبوكاليميا، مايل ترانزامينايتس، ترانزامينايتس اللي هي الاي اس تي والاي ال تي الليفر انزيمز، فبيحصل شويه الوفيشن في الليفر انزيمز، ايوه بيحصل شويه الوفيشن في الليفر في الليفر انزيمز، هايبوناتريميا ايوه برضو عشان شي از لوزينج الصوديوم، عشان كده بنقول الكترولايت ديستربنس اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم بيقلوا، فهو كله بيحصل ما عدا الاسيدوزس، هي بيحصل لها الكالوزس مش اسيدوزس. اوكي حضرتك، انا تمام متفق تمام مع الالكالوزس يعني فومتنج، بس هو مش في كيتوزس؟ مش هي بيحصل لها كيتوزس؟ ممكن الكيتوزس ده يعمل لها اسيدوزس؟ الكيتوزس دي ستارفيشن كيتوزس. طب بس هو ده دايركت افكت ولا ان دايركت افكت؟ يعني افرض هي ما حصلهاش لدرجه ده. كيتوزس تمام ماشي شكرا. اوكي العفو. 11 بي 12 دي 13 دي 14 بي 15 اي 16 سي 17 اي 18 اي 19 سي 20 اي 21 اي 22 اي 23 بي 23 the husband of the previous هي 22 22 32 years old woman is brought to ER in seizure 32 weeks pregnant. طالما واحده pregnant وجايه لي بكونفولجنز او الديفرنشال دايجنوز لازم يبقى عندي اكلامسيا وات ايفر كانت هي ايه، ممكن تطلع تاني هيستيريكال بتاع، بس انا اول حاجه بحطها في بالي دايما اكلامسيا لان هي دي الموست سيريس. طيب واحنا دايما اللي بنحط الموست سيريس في ذهننا الاول عشان نعمل له اكسكلوجن او كونفيرميشن، بس هو ده الموست سيريس. She had been alone but seizure was witnessed by another woman. When the feet stopped her blood pressure بتاعها كان فوق كمان 140-90، يبقى كده يعني I confirm ان هي اكلامسيا. الهارت ريت بتاعها 104 وكان التاكيكارديك الريفلكسز بريسك ماشيه برضو مع ان هي اكلامسيا. Still no labs available. Your provisional diagnosis طبعا إكلامسيا لأن ضغطها عالي أعلى من 140-90 والريفلاكسز بريسك وجالها سيجر، يبقى كده أنا I diagnose إكلامسيا. هل إكلامسيا ولا إبيلابسيا ولا إنتكريا هامج هيستيريكال ولا تاتاني، ما كل دول ممكن يعملوا سيجر يعملوا convulsions، بس اللي ماشي مع البلاد بريشر ده وإن الريفلاكسز بتاعتها بريسك وكده يبقى ماشي أكتر مع إكلامسيا. أوكي ده 22 اللي كان عايز 22 23 معلش.
23. The husband of the previous woman arrives shortly and explains that she was known to be epileptic. How would you manage? طب خلاص يبقى هو طالما ان هو قال ان هي epileptic يبقى دي غالبا epileptic seizure لكن مش eclampsia. طب وايه اللي explain ضغطها 140 95 والreflexes brisk؟ reflexes brisk لان هي كان لسه عندها increase intracranial tension من ال conversion او seizure اللي موجوده، فهي كده غالبا دي يعني مش eclampsia، دي اسمه ايه ده epilepsy يعني، فبالتالي هتكمل ان هي المانجمنت بتاع الابيلابس. husband shortly and explains that she is known to be epileptic. How would you manage immediate termination of pregnancy؟ ده اكيد لا، لان هي دي epileptic 32 اسبوع. discharge for with neurological follow up، معانا دي hospitalization and follow up، ما يعني مش محتاجه hospitalization. start antihypertensive برضو لا، حتى لو على الضغط ده انا ما بديش antihypertensive medication. start maxalf. maxalf لو كانت هي eclampsia، دي مش eclampsia، دي seizure بتاعه epilepsy، عشان كده مش حد لها magnesium sulfate، يبقى كده discharge with neurological follow up. اوكي طب يا دكتور معلش، مش احنا الفكره اصلا ان احنا لو حصل فت ايا كان بقى سببها، اذا كانت اكلامسيا او ابيليبسيا او اي حاجه، يبقى ده مش بنعمل كده ترمينيشن طالما ان هو كده كل الابيلابتيك يا دردير كنت عملت لهم ما يحملوش بقى، ما هيجي لها ابيلابسي او سيجر اي وقت في فتره الحمل، فيرست تراماستر سكند تراماستر ثيرد تراماستر، كنا عملنا لهم ترمينيشن كله. لا الفرق ايه بقى؟ الباثولوجي مختلف، يعني اللي عندها ابيلابسي دي مش هيجي لها هيلب سيندروم، ولا يبقى عندها بلاسنتال هايبوبرفيوجن، ولا عندها الكلام ده، الباثولوجي بتاع البري اكلامسيا مش موجود عندها خالص، هي مشكلتها بس لما بيجي لها سيجرز نحسن الهايبوكسيا دي بتعمل هايبوبرفيوجن للبلاسنتا وقت بس السيجر، لكن مش على طول، وقت الكونفرجنس بس، لكن هي ما عندهاش باثولوجي في البلاسنتا اصلا جوينج اون، ولا عندها هيباتورينال بقى وراتينال وبلاد فاسل افكشن والكلام ده كله بتاع البري كلامس. تمام اوكي ماشي شكرا. الـ24 all the following can be used in severe pre eclampsia except outlet forceps، يعني ان نستخدم outlet forceps ماشي، اوكسيتوسين ماشي طبعا، سي تي جي اكيد، ارجومترين لا، احنا عارفين ان الارجومترين كونترا انديكيتد في الهايبرتنشن البري كلامسيا، وكونترا انديكيتد كمان في الكارديك ديزيز، فما ينفعش استخدم ارجومترين. انتي هايبرتنسيف ماشي، ما هو بيقول لي سيفير بري كلامسيا برضو ممكن استخدم، يبقى كله ممكن يستخدم ما عدا الارجومترين، اتس نوت يوزد ولا في الاكلامسيا في البري كلامسيا ولا كمان في الكارديك، لو كان السؤال كارديك برضو كان مش هستخدم الارجومترين. اوكي دكاترة كان في حد عايز 24 تمام اوكي 25 دي دكتور معلش انا كان عندي سؤال في الكيس اللي قبلها 24 يعني هو زي انا سمعت انا سمعت حضرتك كنت بتجاوبي انه احنا يعني انا لحد دلوقتي في كذا كيس جات ان احنا هي اكلامتك وانا ببقى مشخصه ان هي اكلامتك، بس انا مش ببقى حد مش قادره احدد اترمينيت ولا استنى شويه ولا على حسب الاكلامسيا مش بنستنى يعني عليها الاكلامسيا ترمينيشن، ما فيش كيسز لاكلامسيا ما بنعملهاش ترمينيشن، الاكلامسيا ايكوال ترمينيشن لان دي كومبليكيشن اوف بري اكلامسيا، وانس ان عندي كومبليكيشن حتى لو هي لسه بري تيرم يعني قبل 36 اسبوع انا لازم اعمل ترمينيشن، ما فيش اكلامسيا بنستنى عليها، الاكلامسيا بنترمينيت او بتكنترول يو ترمينيت، بس هو الديسيجن ترمينيشن. تمام يا دكتور ميرسي. لا 24 دي 25 دي 26 بي 27 دي 28 بي 29 اي 30 اي 31 سي 32 دي 32 gestational diabetes is associated with increased risk of 31 regarding gestational okay 31 regarding gestational diabetes it is the most common cause of IGR. لا خالص ده هو ما بيعملش اصلا IGR، اللي بيعمل IGR preeclampsia لكن مش الدايبيتس. random blood sugar is best screening، random blood sugar مش used for screening، السكرينينج بيبقى 50 جرام اوريك جلوكوز تولرنس تيست 100 OGTT is diagnostic. ما diagnostic بالنسبة لنا ال 100 جرام OGTT
لان ال 50 جرام ده سكريننج، لكن 100 جرام هو ده الدياجنوستيك، او لو بنعمل لها بقى فاستنج وبوست برانز، فهو ده معانا ان هو ده صح. All patients should be treated with insulin as diet alone is not enough. لا، لو الشوجر بلاد شوجر اقل من 200 هيبقى treated بس بدايت alone، مش محتاج ان انا ازود معاه انسولين. All patients should be delivered before term to avoid complication. لا، لو هي controlled بسيبها عادي لحد ترم، يعني طالما ان الدايبيتس جيستيشن دايبيتس بتاعها ده كنترول ممكن تقعد لحد ترم عادي مفيش مشكله. يبقى بالتالي نمبر سي هي اللي كوركت معانا. اوكي تمام. انا كنت فاهم ان لازم ال100 جرام ومعاهم يكون فاستنج بلاد جلوكوز اعلى من 95. لا 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 لا، ده لوحده دياجنوستيك كويس، او لو هتعمل فاستنج برضو لوحده دياجنوستيك، مش لازم الاثنين مع بعض. تمام. اوكي 32 دي 33 سي 34 اي 35 دي 36 اي 37 اي 38 دي 39 اي 39 39 اون روتين فولو اب فور 20 يير اولد برايمري جرافيد ات تيرم. يقول لسه يعني هي دلوقتي في التيرم 20 سنه سبليت اس 1 نورمال اس 2 ايزي اوديبل اس 3 ايجكشن سيستوليك. كل دول حاجات بتبقى نورمال نورمال فيزيولوجيكال تشينجز دورينج بريجننسي في الهارت، ان هو الاس 1 بيبقى سبليتد، نورمال اس 2 بيبقى فيه الابييرنس اوف اس 3 بيبقى موجود، ايجكشن سيستوليك مرمر لان ده فانكشن المرمر، لو ده استوليك هو اللي يبقى ابنورمال، ده اورجانيك ليجن. لكن احنا قلنا الايجكشن سيستوليك مرمر ده بيبقى موجود في كل الهايبر دايناميك سيركليشنز، يعني لو انيميا لو كارديك، يعني كل دول نورمال فيزيولوجيكال تشينجز جيريك بريجننسي عادي. You immediately recognized that the presence of S3 is abnormal. لا, it's normal during pregnancy. Combination of S3 with systolic murmur is abnormal. لا, برضو عادي خالص لأن هو دول كلهم normal during pregnancy. Echocardiography is required. لا, لأن هو ده normal. عشان كده ده أهمية إن احنا نعرف ال physiological changes during pregnancy عشان ما نتخضش إن إيه الحاجات دي اللي موجودة. لا, ما ده طبيعي لأن هي حامل. The patient is in need for immediate admission to ICU. كل ده normal. All findings are normal change during pregnancy. Yes, all findings are normal change during pregnancy. Okay. هو ده ريكول. تمام. Okay. 40 B. 41 B. 42 D. 43 E. 43. Which time during pregnancy carries the greatest risk for developing DVT or venous thromboembolism? طبعا في البربوريوم postpartum، وده اتكلمنا فيه ان هو في البوستبارتم برضو الكلوتينج فاكتورز بيبقوا كتير، وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيه ستيزس كيف، ده اكتر وقت ممكن ان هو يحصل في فينوس ثرومبوامبوليزم اكتر كمان من during pregnancy. عشان كده لازم لو هي بتاخد انتي كواجولانس او كده بتكملها لحد الاند اوف بربوريوم، لان اكتر وقت ممكن يحصل ثرومبوزس هو بيبقى في وقت البربوريوم، لان مع الهايبر كواجولابل ستيت كمان بيبقى فيه موري كامبن بوزيشن، وذر ان هي والدة فاجينال بتقعد كده في الاول ان هي ما بتتحركش قوي بيحصل ستيزس اكتر، وطبعا لو والدة سيزاريان اكتر واكتر ان هي بيحصل مور اند مور ستيزس. فهو البوست بارتم هو اكتر وقت ممكن يحصل فيه فينوس ثرومبو امبوليزم. اوكي يعني هو قصده during pregnancy and postpartum. ما هو بيقول during pregnancy يعني الحاجات اللي ما هو البربوريوم ده ريليتد، البوستبارتم ده ريليتد للبريجنسي، ما هو البربوريوم دي بقيه يعني البريجنسي. انا مش فكرت الثلاثة trimesters of pregnancy يعني. لا لا، البربوريوم ده it is related to pregnancy، لأن all physiological changes that occurs in pregnancy we return back to normal by the end of purpurium. فالبربوريوم ده بنعتبره part of pregnancy. ماشي شكرا يا دكتور. اوكي العب 44 سي 45 اي 46 بي 47 سي 48 اي 49 اي 50 دي 51 اي 50 يا دكتور. 50. What is the main fetal risk in this case؟
كيس مالها 30 سنة برايمي 32 أسبوع جستيشن presents to ER with a history of two generalized fits that occurred at home. يعني دي لازم هنعملها termination لأن دي إكلامسيا generalized occur at home. هو البلاد براشر بتاعها 160-100 والألبومين 3 بلس normal fundal height. كويس ان البيبي مش IGR لان ممكن قوي يبقى IGR طبعا مع البريكلامسيا دي. ultrasound single living fetus و breech presentation normal fetal biometry يعني وما فيش كمان oligohydramnios or placenta fund. طيب يبقى احنا كده البيبي ده at risk of developing A no increase risk لا ده preterm مش كده ولا احنا هنولده وهو 32 اسبوع fetal congenital anomalies مفيش حاجة تعلي risk of congenital anomalies هنا macrosomia اكيد لا ده هو المفروض انه يبقى الريسك بتاع الاي جي ار بس هو ما قاليش انه عنده اي جي ار لانه لما عملنا الالترا ساوند ما كانش فيه حاجه anyway هو ما مش قايل اصلا اي جي ار انترا يوتراين فيتال ديث يعني هو بري تيرم بيرث انجريز يعني خلاص يعني هو اللي هيبقى ماشي بقى معانا اكلامسيا وانترا يوتراين فيتال ديث اكتر من ان هو يبقى فيه فيتال بيرث انجريز وماكروسوميا وكده. حتى انترا يوتراين فيتال ديث دي ما كانتش لطيفه قوي لو كان قال لي بريماتوريتي كانت هتبقى اظرف حاجه طبعا بس خلاص يبقى هي انترا يوتراين فيتال ديث لان الباقيين كلهم ما فيش انكريز ريسك سبيسيفيكلي للبيبي ده انه يحصل له غير ان هو من الاكلامسيا والبريماتوريتي وكده ان هو يجي له انترا يوتراين فيتال ديث. انا كنت مفكر الار دي اس ومثلا انتراكرينيال هيموريدج لانه بريماتور الحاجات دي كلها تعتبر بيرث انجريز. لا الار دي اس مش بيرث انجري خالص يا نهار ابيض. الار دي اس اتس نوت ذا كومبليكيشن اوف بريماتوريتي عشان كده بقول لك انا بدور على بريماتوريتي بس هي مش موجوده. تمام. والانتراكرينيال هيموريدج ده انت بتقول ريليتد برضو لبريماتوريتي اتس نوت بريماتوريتي وانا مش هستخدم انسترومنتال يعني هي كلامسيا دي يعني ما قلناش بقى اندكشن ولا كده هو اصلا بريماتور عشان هو يحصل له يعني كل ده ريليتد تو بريماتوريتي الكومبليكيشن اللي بنقول عليه عشان كده ما فيش ولا حاجه من دول يعني هو لو كان حط بريماتوريتي كانت هتبقى ظريفه جدا طبعا. اوكي شكرا. لا 51 اي 52 اي 53 دي 54 دي 55 اي 56 بي 57 56 ولا 57 دكاترة في حد رفع ايده ولا انا متهيالي 56 اوكي 25 years old primary gravid at 32 week gestation was admitted to ER in eclamptic with most appropriate initial management A هنعمل لها heavy sedation ونبدأ لها mouse gag and clear airway. احنا دايما اللي في eclamptic fit عشان بنخاف ان هي تعود لسانها بنحط لها في بقها يا اما التوب الصغيرة دي اللي هي بنقول عليها laryngeal زي لارينجل ماسك كده عشان ما يحصلش during الفيت او الكونفرجن انها تعد لسانها او يقع لسانها في بقها فبالتالي عشان نمنتين البيتنت ايرويز ففعلا دي اول حاجه بنعملها الماوس جاج تو كلير وان كلير ذا ايرويز فدي فعلا دي اول حاجه بتتعمل لكن مش هافي سيديشن وحتى انت لو بتعملها سيديشن ما بتعملهاش هافي سيديشن immediate CPR ما هي مش ميته هي عندها اكلامتك فيت IV هيدرالازين دي مش initial دي مش initial management ده بعد كده عشان نكنترول البلاد بريشر لو فعلا محتاجين ندي IV هيدرالازين يعني كان البلاد بريشر عالي قوي endotracheal intubation and cesarean برضو مش endotracheal intubation لان اول حاجة بن maintain the patent airway ون avoid في الconversion نحصل كده وبعدين نبتدي نعملها assessment نشوف دي هتولد طبيعي ما ممكن تكون يعني بتولد vaginal يعني dilated وكده فنعملها assessment ونشوف بقى اذا كنا هنعملها cesarean ولا هنعمل ايه فأول حاجة ماوس جاج و clear the airways. أوكي تمام يا دكتور تمام 57 A 57 diagnostic feature for severe preeclampsia include blood pressure equal or more than 160-110 طبعا دي معنا marked lower limb edema لا lower limb edema اتشالت أساسا من الدياجنوز بتاع preeclampsia oligohydramnios برضو مش لازم يبقى فيه oligohydramnios عشان يindicate ما ممكن تبقى موجودة حتى في المايل presence of proteinuria أكتر من 100 ميلي جرام لا proteinuria أكتر من 5 جرام 300 ميلي جرام دي لو mild preeclampsia أو 5 جرام أو اللي هي 500 مايكرو ميلي جرام يعني لو هي severe preeclampsia لكن مش 100 100 ده عادي إنها تبقى موجودة من غير ما أقول إن دي proteinuria intrauterine fetal death طبعا لا ده complication بس مش ده feature of severe preeclampsia فالfeature هنا of severe preeclampsia هو الضغط يبقى 160-110 أو أكتر حتى يا دكتور لو ما كانش معاه لو ما قاليش معاه ان في بروتينوريا
طب ايه من دول هنختارها؟ مش حلوه قوي، اه كنا محتاجين بروتينوريا معاها، بس ايه من دول يعني؟ هي هو كاتب لو هي ناقصه. طب هتختاري ايه؟ طيب انا مش معترضه، قولي لي هتختاري ايه. طيب مش هي المالتي لور لمب ديما دي فيتشر لكومبليكيتد؟ لا 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 خالص، انا اعترض اعتراض شديد. ايه ماركت لور لمب ديما؟ ما ممكن تبقى اي هارت فيلير، ليفر فيلير، اي حاجه. يعني مين قال ان ماركت لور لمب دي اصلا مش من الفيتشرز بتاعه البري كلامسيا لوحدها، ولا مايلد ولا سيبير؟ فمين قال؟ احنا هنالف بقى هنا تاليف يعني، دي ملهاش اي علاقه دي خطا، دي اجابه خاطئه توتالي. مش هسيب حاجه انكمبليت عشان اخد حاجه خاطئه تماما يعني. تمام. 58 دي 59 A 60 C 60 A 40 years old para 2 with history of DVT in her last pregnancy got pregnant. What's recommended for her follow up weekly for low limb Doppler. دي محتاجة تدلع انت بقى طبعا، مش follow up weekly، ما بعملش كده إلا لو حصل symptoms يعني. Heparin starting from second trimester. Heparin ده لازم من ال first trimester، من أول بداية ال pregnancy، لأن she got DVT already in her last pregnancy. Start heparin and low dose aspirin immediately. ده معانا number C، دي معانا لأن لازم immediately start ال heparin. Low dose oral anticoagulant from second trimester. طب وفي ال first هعمل إيه؟ ما أنا لازم أديلها في ال first trimester ال heparin، وفي الثيرد حكى برضو هابرين، فدي إجابة ناقصة. وبعدين عندي إجابة أحسن منها اللي هي نمبر سي اللي هو start هابرين immediately and low dose aspirin. نمبر E start low dose oral anticoagulant immediately. لا ما ينفعش أدي oral anticoagulant في الفيرست ترامستر، فده غلط. وبعدين شيف تو هابرين and low dose in late pregnancy. لا لا، هو oral anticoagulant بيبقى ممكن في second trimester لكن مش في الفيرست ترامستر. فبالتالي الإجابة الوحيدة الصح هنا هي نمبر سي اللي هو start هابرين immediately ومع low dose aspirin. اوكي تمام يا دكتور. اوكي انا بس اتلخبطني الكتاب لانه فعلا كان كاتب بس الهابرين من السكند تريمستر. لا الهابرين من دي 1، الهابرين من دي 1، ولو موجوده في الكتاب لان الكتاب في الحته دي بالذات كاتبها بكذا طريقه في كل حته، فبليز يعني اكتبوها بوضوح بوضوح صريح كده ان هابرين من دي 1 لحد بوست بارتم، لحد نهايه البربوريا. تمام. أوكي. شكرا جدا. 61 سي 62 دي 63 اي 64 بي 63 ولا 64؟ 63. 35 weeks priming gravida present with severe headache blurring of vision marked irritability blood pressure كده، يعني عندها severe preeclampsia وهي في 35 اسبوع. This drug is used for her management. Heparin or diuretic ولا هابرين مالوش علاقه، دايوريتيك كونترا انديكيتد، بيتا بلوكرز مالهاش برضو علاقه، الفا ميثايل دوبا مش بيكنترول السي بي، انا عايزه اديلها ماكسال في ماجنيزيوم سلفيت عشان امنع ان يجي لها اكلامسيا كونفولجنز يعني، مش كده ولا ايه؟ ماجنيزيوم سلفيت، اه طبعا ماجنيزيوم سلفيت. هو احنا دكتور مش كنا قايلين انه الماجنيزيوم سلفيت بنستخدمه هو والهيدرالازين في الترمينيشن بس؟ طب ما دي هتعمل لها ترمينيشن، ما هي دي هتعمل لها ترمينيشن. طب مش هي سيفير هادك يعني عندها سيمتومز، فاللي عندها سيمتومز دي يعني دي بتعمل لها ترمينيشن. فالسيفير هادك وبلورينج اوف فيجن ماركت اريتابيليتي وبلاد بريشر بتاعها هي يعني دي سيفير بري اكلامسيا كومبليكيتد باي سيمتومز وجود سيمتومز، ده معناها انه ده ساين اوف كومبليكيشن. فما فيش حد عنده يعني احنا مش عملنا لهم كاتيجورايزيشن مال بري اكلامسيا وسيفير ونوت كومبليكيتد وسيفير كومبليكيتد. دي سيفير كومبليكيتد طالما عندي سيمتومز او لاب تشينجز تبقى في كومبليكيشن، فانا اوريدي عندي سيمتومز فدي لازم تعملها ترمينيشن. تمام دكتور. لو كان سيفير بس من غير كومبليكيشنز هديها الفا ميثايل دوبا؟ يعني 170 110 اصل الفا ميثايل دوبا از نوت ذا فيرست تشويس يعني، هو عندك لابيتالول الاول يعني لو كان سيفير ومفيش الهدك والكلام ده كنت هتديها انت هبرفاز. قدامك هتختار، ما هو ما قدامكش غير الفا ميثايل دوبا في الاختيارات اصلا كنت هتختار. تمام. بس عشان الكومبليكيشن زي ما عملت ترمينيشن والتبعيه بعد ما اتصاب. بالظبط بالظبط. نعم. 64 بي 65 اي 65 23 years old primary gravida 34 week gestation presents with headache and blurring of vision blood pressure بتاعها 130 80 يبقى ده مش بتاع preeclampsia
يعني بري كلامسيا لازم يبقى 140 90، فده ضغطها عندها صداع من اي حاجه، كونستيبيشن بتاع بليرنج اوف فيجن برده ممكن تبقى عندها محتاجه تغير نظاره، تلبس نظاره بتاعه، والصداع ده يبقى ريليتد للنظاره. يعني طالما البلاد بريشر بتاعها 130 80 ما جاش 140 90 يبقى ده مش بري كلامس. يورين في ابيثيريال سيلز 1 بلس البومين برضو هيبقى عندي discharge excessive vaginal discharge أو عندنا UTI urinary tract infection هيديني برضو 1 plus في اليورين، أو عندها كيدني فيها مشكلة، لكن ده مش preeclampsia. خلاص طالما أن أنا الضغط ما وصلش ل 140 90 يبقى ده مش preeclampsia. Choose the most appropriate management for this case. Analgesics and recheck. عشان analgesics عشان هذا كاني طب معانا انتي هايبرتنسيف طبعا لا لان هي مش هايبرتنسيف، دايوريتك ان انتي هايبرتنسيف هي مش محتاجه ولا دايوريتك ولا انتي هايبرتنسيف، هي شي از نوت هايبرتنسيف. فيتال دوبلر انديسز ويل ديتيرمين ذا تايم اوف تيرمينيشن، هي ما فيش اي كومبلين بديكريس فيتال موفمنت ولا اي حاجه عشان اكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، وما عنديش هايبرتنسيف. انتي هايبرتنسيف اي في ماكسالفا انت ارجنت تيرمينيشن شي از نوت هايبرتنسيف ات اول، يبقى خلاص ما فيش غير نمبر اي اللي هو انالجيزكس اند ريتشيك افتر فيو دايز. اوكي معايا دكاتره؟ اوكي 66 اي 67 بي 68 دي 69 دي 70 دي 71 بي 72 دي 72 possible complication for this case a 35 years old gravida 3 para 2 with previous cesarean section due to hypertension. يعني هي عملت سيزارين قبل كده عشان كان عندها هايبرتنشن، دلوقتي جايه لنا وهي 32 اسبوع complaining of severe headache و reduced fetal movement والبلاد بريشر بتاعها 150 90 الترا ساوند اسيمتريكال اي جي ار و اف اي بتاعنا 3 وهي كام اسبوع 32 اسبوع. طيب احنا قلنا انه انتم مش عايزين 71 72 a possible complication for this case include all the following except ممكن تخش في اكلامسيا ممكن طبعا ما هي بري اكلامسيا فممكن تخش وعندها سيفير هادك ممكن طبعا تخش في اكلامس اكسيدنتال هيمريج اكيد ما هو ده وان اوف ذا كومبليكيشن بتاع البري اكلامس. انترا ترانفيتال ديث ممكن طبعا ديليت فيتال ماتوريتي لا ال 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 ولا بريماتور ليبر مش بريماتور ليبر ممكن طبعا ما 32 اسبوع هضطر ممكن اضطر اعمل كومبليكيشن تيرمينيشن دلوقتي فهيبقى بريماتور ليبر يعني ادخلها سواء ايتروجينيك او بريماتور ليبر، لكن ديليت فيتال لانج ماتوريتي لا لانه البري كلامسيا بتعمل اكسلريتد فيتال لانج ماتوريتي مش ديليت فيتال لانج ماتوريتي، فدي كومبليكيشن مش بوسيبل في الكيس دي لان احنا بنتكلم على هايبرتنشن واحنا قلنا ان الهايبرتنسيفز الستريس ده بيخلي اللانجز بتاعت البيبي تبقى ماتور مور كويكلي على عكس مثلا الدايباتكس اللانجز بتاعه البيبي ممكن حتى لو هو 37 اسبوع او كده برضو يتولد بار دي اس، فكل الكومبليكيشنز دول ممكن يحصلوا للعيانه دي ما عدا قصه ديليت فيتال لانج ماتوريتي. اوكي تمام. اوكي طيب 73 دي 74 دي 74 25 years old primary gravida 32 week gestation was admitted in emergency due to eclamptic fit. Choose the most appropriate statement regarding it. يعني هي 32 اسبوع وعندها اكلامسيا عملها diuretics غلط طبعا ما يديش diuretic contraindicated. Patient should receive general anesthesia to stop convulsion. عمرنا ما بنوقف الconvulsion بجنرال انستيزيا، اديها diazepam valium اديها maxalf لكن مش general anesthesia. Oral anti-hypertensive ما فيش anti-hypertensive oral في واحدة إكلامسيا يعني لو ضغطها عالي بنعلق IV زي IV هيدرالازين أو كده لكن مش oral في الثلاثة الأولين دول غلط. Number D control convulsion and continue pregnancy to reach fetal maturity هي control convulsion لكن continue pregnancy to reach fetal maturity دي مش صح طبعا لأن المفروض أن control convulsions and terminate max alpha and pregnancy termination should be done sorry كده يبقى الكي غلط هي نمبر اي سوري مش دي. اوكي فنمبر اي هي اللي كوركت مش دي. ماشي يا دكاتره انا اسفه هو انا حاولت اطوعها يا دكتور على اساس الكي انسر قلت ان هو مش سيره الضغط لا لا اصل ما هو مش صح هي كنترول كونفرجن صح لكن كونتينيو بريجننسي ستيل فيتال ماتوريتي لا طبعا مش صح لازم ان هو بقى تيرمينيت ما ينفعش انا مجاوبها ايه كده لا ما ينفعش ان انا كونتينيو انا بكنترول كونفرجن انترمينيت فهي control convulsion صح لكن continue دي غلط
لكن اخر واحده ماكس سيلف اند بريجننسي تيرمينيشن شود بي دان. اه دي صح يعني ماكس سيلف لان ماكس سيلف برضه بيكنترول الكونفرجنس وتيرمينيت. اه طبعا دي صح فهي نمبر 74 اي. اوكي معايا دكاتره؟ اه يا دكتور. اه يا دكتور. طيب نكمل. 75 اي. 76 بي. 77 سي. 78 اي. 79 دي. 79 وات از مين بيتر ريسك ان ذيس كيس. مالها الكيس هي 30 سنة برايمي 32 أسبوع روتين أنتي كير براد بريشر بتاعها برضو عالي ألبن إن يورين في نورمال فاندر هايت وألترا ساوند. إيه ده دي زي الست اللي فاتت؟ هي دي نفس الست اللي فاتت ولا إيه؟ 150 90 زمين فيتر فيتر ريسك هنا بريماتيوريتي. فاكرين ده هناك كان كنا بنفسنا يبقى في كلمة prematurity ما رأيناهاش فاضطرينا نختار intrauterine fetal death أو حط لي prematurity. فدي prematurity طبعا لأن هو ده الريسك بتاعنا لأن أنا عشان ممكن نعملها termination يعني في أي وقت. طبعا فانت هنا هتبقي خايفة من prematurity لأن هي 32 أسبوع 140 سنة. صحيح كل حاجة كويسة بس at any time you may need to terminate. No increase risk. لا طبعا في increase risk دي ده في increase risk كتير دي preeclampsia وكمان breach. فطبعا في increase risk fetal congenital anomaly. لا preeclampsia ما بتعملش fetal congenital ولا macrosomia طبعا ده بالعكس ممكن يصغر. prematurity أيوة يعني if we need to terminate at any time فممكن يبقى في risk of prematurity. birth injuries برضو لا فهي number D. تمام شكرا. 80 E 81 A EMQs 82 اللي رفع ايده في ايه في 81 81 يا دكتور. اوكي واتس سجستد بلان فور ذيس كيس ايه هي ضغطها 150 90 يبقى كده ريتشيك افتر 1 ويك. طب خليها معانا دايوريتكس كونترا انديكيتد اورال الفا ميثايل دوبا برضو لا انا بدي لو هو سيفير 160 110 لكن 150 90 انا مش بدي انتي هايبرتنسيف احنا بندي بس لو سيفير. اكسترنال كيفاليك فيرجن يعني هي اكسترنال كيفاليك فيرجن بنعمله عند 36 اسبوع مش هعمله عند 32 لانه ممكن قوي البيبي يرجع هو يلف لوحده فمش بنعمل عند الجستيشنال ايج ده. cesarean section مش complicated وهي مش severe هي mild preeclampsia وما فيش عندي complication فبالتالي no need to terminate اصلا ولا cesarean section ولا حاجة. فبالتالي الoption اللي ممكن اللي هو A recheck after one week. اوكي هو طبعا كان يبقى عظيم لو كان قال لي لابز مثلا كنت احب جدا دي اعمل لها لابز عشان اشوف اذا كان عندي element of hemolysis elevated liver enzymes low platelet يعني الحاجات اللي هي بتاعت السيفيريتي عشان لو كانت بالبلاد بريشر ده لكن عندنا lab changes كانت هتبقى اسمها سيفير يعني لانه احنا بنقول سيفيريتي ده يعني بلاد بريشر عالي يا اما لو في complication هتبقى اسمها سيفير على طول فكنت احب اعملها لابس بس هو مش جايب لي في الاوبشنز ان انا اعمل لابس فبالتالي اللي هقدر اختاره من اللي حاطينهم لي دول نمبر ايه اللي هي ريتشيك افتر 1 ويك. هو دكتور مش معنى مش وجود ان البيبي كويس يعني الفيتر بايومتري بتاعه كويس ده معناه انه بياكد لي ان هي مايلد انا مش محتاج اللاب حتى. لا 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 تمام. يعني تمام. انت برضو لازم تعمل لها لابس لانه اصلا الباثولوجي بتاع البري كلامسيا ان هو في افكشن للبلاسنتال بيرفيوجن. تمام طيب نكمل يا دكاترة. 82 بي 82 a woman attend at 6 week gestation جدا بس هو ممكن يعني ال EMQ ده كله عشان بس متلخبطة فيه اللي هو 82 ل 86 يعني او ممكن اوكي طيب بس عايزة اقول حاجة قبل ما احله ان ال EMQ ده من الحاجات اللي هي ما تجيلكوش خالص لانه صعب يعني it's more beyond level بتاعكو فده في حاجات انا بحطها انا ببقى عارفة ان هي مش بتاعة level بتاعكو وبقول لكو عليه وفي حاجات بقول لكو لا دي لازم تبقى عارفين فال EMQ كله ده برضو يعني على beyond level بتاعكو فاللي عايز يشتبه يشتبه انا هقوله بس اللي عايز يشتبه ال EMQ ده عشان هو ملخبطه او مدايقه او كده يشتبه ما جراش اي حاجة خالص هنعمله بقى مع بعض يعني اللي مش عايز يسمع الفقرة دي ما يسمعهاش يعني نقص هما دول الناس liable أو risk factors for
ثرومبو امبوليزم فبنشوف بنعملهم ايه. A woman attends a 6-week gestation, she has a previous metallic mitral valve replacement. طبعا طالما ان هي مركبة mitral valve metallic valve يبقى دي لازم تبقى ماشية على oral anticoagulant اصلا, فبالتالي لازم هي لما تجيلي برضو امشيها على تفضل مكملة على anticoagulant, هتفضل طول عمرها ماشية على anticoagulant ده طالما هي حتى metallic valve. فنو intervention لا لازم تمشي lifelong anticoagulant ده دي معانا. IV fractionated for 24 hours لا مش 24 دي هتفضل طول عمرها عليه. prophylactic till 6 weeks postpartum لا على طول. low molecular weight 10 days postnatal لا. early mobilization hydration لا, فدي لازم تفضل ماشي على anticoagulant طول عمرها عشان هي مركبة metallic valve. تمام ولا في سؤال في ده اوكي؟ 82 طيب نكمل 83 اوكي. 83 28 years old woman who has had an emergency cesarean section in labor for fetal distress and had DVT in the previous pregnancy. ده العيانة دي اصلا كان المفروض تفضل ماشي على low molecular weight heparin طول الحمل لحد 6 اسابيع postpartum. انا ما شفتهاش غير في الامرجنسي cesarean section ده, طبعا على الاقل ماشيها في postpartum اللي هم 6 اسابيع الجايين على low molecular weight heparin, لان هي المفروض اساسا كانت تبقى ماشي على low molecular weight heparin all through pregnancy لحد 6 weeks postpartum, لان هي جالها history of DVT in a previous pregnancy. ده مهم, السؤال ده مهم وليكم كلكم لان ده مهم لازم تبقوا عارفينه. بس هي جات لي خلاص في الامرجنسي cesarean section ربنا سترها معاها, فلازم تكمل اللوج مولكيولر ويت هابرن فور 6 ويكس ديوريشن اللي هما كل الوقت بتاع البربوريوم. اوكي تمام انتوا معايا؟ تمام يا دكتور. اوكي تمام يا دكتور. 84 هيلثي 35 يير اولد بي ام اي بتاعها 26 يعني نورمال بي ام اي, وعملت نورمال فاجينال ديليفري. احنا دايما في البوست بارتم البربوريوم بيبقى عندهم هايبر كوجولابل ستيت, بس طالما هي لو ريسك يعني مفيش غير بس هو اللي سنها 35 لكن البي ام اي كويس وهي والده نورمال مش سيزاريان, لان السيزاريان بيبقوا ريكامبنت او اني بلفيك سيرجري بنقول عليها اتس ريسكي فور دي في تي, فهي والده طبيعي والبلاد وهي البي ام اي بتاعها نورمال وكده, فبالتالي اقول لها العادي بتاع كل الستات اللي بيولدوا ايرلي موبيلايزيشن اند هايدريشن, يعني مش محتاجه تاخد اي اورال انتي كواجولانت, فده اللي احنا بنقوله لها اللي هو just early mobilization and hydration. اوكي طيب 85 healthy 36 year old زي اللي فاتت positive pregnancy دي لسه بنقول يا هادي positive pregnancy تس يعني اول pregnancy history of recurrent abortion anti phospholipid دي هتمشي على prophylactic low molecular weight heparin كله لحد ال end of purpurium. ده حتى كنا ده بنتكلم عليه في recurrent abortion recurrent first trimesteric abortion due to anti phospholipid syndrome, فدول اللي بنمشيهم على low molecular weight heparin all through pregnancy لحد ال end of purpurium, فدي هتفضل ماشيه على prophylactic low molecular weight heparin till 6 weeks postpartum. معايا دكاتره؟ فالدكتور عايز هو معنى كلمة full anticoagulation ده ايه؟ يعني هو في الكتاب كاتب ان في الانفوسفوليبيد عامله معاملة نفس الناس اللي عاملين replacement valve. بس مش طول عمرها وقت الحمل بس, ما هم نفس الدوز الاثنين بياخدوا low molecular weight heparin اوكي, بس واحدة بتقف في الاند اوف purpurium لان هي دي بتاعت الانتيفوسفوليبيد لان هو الريسك بتاعها بيبقى during pregnancy و purpurium, لكن اللي هي عاملة valve replacement دي طول عمرها هتفضل ماشي عليه. تمام شكرا. 86 38 year old gravida 4 para 4 دي برضو سنها كبير اكتر من 35 سنة هو, ومالتي بارا ده بيزود الريسك يعني المالتي باريتي احنا قلنا ريسك فاكتور فور دي في تي اولد ايج مالتي بارا دي كمان delivered by cesarean section يعني عاملة pelvic surgery والبي ام اي بتاعها عالي دول she's otherwise healthy no medical disorder ما عندهاش history of DVC ولا اي حاجة من دي, بس دي مور ريسكي عن اللي احنا قلنا لها early mobilization اللي كانت البي ام اي بتاعها نورمال وكده. فالستات دول احنا بنديهم يعني كليكسان او هابرين او كده لمده 24 ساعه لحد ما نطمن ان هم بقوا امبولنت, يعني حتى لو هي عامله بلبيك سيرجري زي توتال ابدومينال هيستيركتومي او سيزاريان او كده, فاحنا بنقول للنايب اديهم بس هابرينايزيشن او لو مولكيولر ويت هابرين او كده لحد ما تبقى فولي امبولنت, فاكتشوالي بتبقى امبولنت على تاني يوم فبنديها 24 ساعه. فرقم 86 ورقم 84 دول و 82 دول more and more clinically oriented, فمش المفروض انكم يعني انا بقوله لكم كده بس عشان تبقوا انتم متخيلين احنا بنعمل ايه فيهم, لكن عايزين تشطبوهم اللي هم 82 و 84 و 86 اوكي
لكن طبعا 83 وبتاعه الانتي فوسفوليبيد دول حاجات انتوا لازم تبقوا عارفينها وبتجيلكوا عادي جدا. لكن انا قصدي امتى مين الست اللي اقول لها موبيلايزيشن بس كفايه وهايدريشن, ومين الست اللي اديلها 24 اورز هابرين, ده على حسب الريسك فاكتورز بتاعتها انها مالتي بارا واوبيز وعامله بيلفيك سيرجري, دول اللي ممكن تديها معاكي كمان 24 اورز هابرين. اوكي اللي رفع ايده يقول لي دكتور طب 86 ليه ما قلناش ان هي تل اند اوف بوربوريا؟ لا لا مش محتاجه قوي كده, لان هي ما عندها, انت بس خايف عليها وهي مش امبولنت, يعني ما عندهاش ريسك, هي هتبقى امبولنت. انت يعني كون ان هي سنها او الجرافيتي وباريتي بتاعتها او البي ام اي بتاعها, انت عايزاها تبقى فولي هايدريتد اند امبولنت بس. فانا زودنا لها بس الهابرن 24 ساعه عشان هي بلفيك سيرجري, بمعنى ان هي لو كانت والده فاجينال ديليفري ما كنتش اديت لها الهيبارين ده, لان هي هتبقى امبولنت على طول. لكن الوالده سيزاريان دي ممكن ما تبقاش امبولنت ايميديتلي, فعشان كده ادينا لها 24 ساعه هيبارين. لكن لو كانت نفس العينه دي والده فاجينال كنت قلت لها موبيلايزيشن وهايدريشن وخلاص كفايه. تمام ماشي. طب لو هي سيزيريان بس ما فيش اولد ايج ولا مالتي بارتي ولا لا؟ لا كنت يعني هتقول لها اكتر ان هي يعني لا كنت هتقول لها تتمشى برضو موبيلايزيشن, يعني لازم يبقى معاها يعني ريسك فاكتور تاني غير السيزيريان, يعني اوبيزيتي مثلا. يعني الاوبيز واللي عامله بيلفيك سيرجري هم دول اللي احنا بندي لهم 24 اورز كليكسان. تمام يا دكتور. السات اللي بعده 87 سي 88 اي 88 32 year old woman presents with epigastric pain at 38 week gestation in her second pregnancy. Her first pregnancy was complicated by preeclampsia. دلوقتي هي ضغطها 140 90, ال اي ال تي بتاعها عالي والبليتلس بتاعتها قليله. طيب يبقى كده انا عندي يعني elevated liver enzymes وعندي low platelet count, فده تبقى ايه؟ هي بريكلامسيا طبعا لان هي 140 90, بس هيلب سيندروم طبعا معايا بريكلامسيا بس. لا ما اقدرش اقول عليها بريكلامسيا بس لان انا عندي اليفيتد ليفر انزيمز وعندي لو بليتلت كاونت, فكلمه بريكلامسيا لوحدها لا. اكلامسيا لا ما حصلهاش كونفرجن عشان اقول عليها كده. في لو بليتلت كاونت اصل الرقم 40000 40000 40 مليون ده 40 مليون لا 40000 سوري 40000. اوكي تمام اوكي. فهي كده يعني عندها حاجتين من اللي هو الهلب سيندروم كده. تمام يعني كانت هي مشكله عندكم في الارقام دي اللي هي الاصفار سوري. كده اوكي. طيب دكتور معلش, هو النورمال اي ال تي بيبقى واصل لحد كام؟ الاي ال تي والاي اس تي الاثنين بيبقوا مثلا من 25 ل 35 بالكتير يعني. فانت ده انكريز ده اكتر من 4 تايمز يعني, مش كده ولا ايه؟ ده كتير قوي. اوكي طيب 89 جي 90 اي 89 24 year old woman in the first pregnancy presents at 32 week gestation sudden onset of severe abdominal pain and vaginal bleeding. Blood pressure بتاعها 160 95 يعني هي كده يعني بريكلامسيا هايبرتنشن او بريكلامسيا. يعني احنا بنقول عليها ليه في الهايبرتنشن بريكلامسيا؟ لان هو ده الموست كومن, اصل مش هيجيلها جيستيشن يعني شي از بريكلامتك. وبعدين دلوقتي حصل لها ابدومينال بين وفاجينال بليدنج, يبقى ده غالبا ابرابتو بلاسنتي لان هو ده الريسك فاكتور. الانتي بارتم هامريج او الابرابتو اللي هي ديو تو ابرابتو بلاسنتي بتبقى الريسك فاكتور بتاعها البريكلامسيا, وكمان بتيجي طبعا اكتر للبرايمي جرافيداس, مش كده ولا ايه؟ فدي ايه؟ هل هي هلب؟ لا ما قاليش حاجه على elevated liver enzymes ولا low platelet ولا اي حاجه. preeclampsia هي preeclampsia بس معاها حاجه تانية اللي هو abdominal pain and bleeding. eclampsia لا ما عنديش convulsion. DIC ما فيش حاجه برضو تقولي على DIC, والbleeding مش معناه DIC, لازم ابقى في fibrinogen قليل, في من الفيني punctures في bleeding, يعني ده مش معناه DIC. gestation hypertension ده complicated, ما اقدرش اقول عليه gestational hypertension لان انا عندي هنا vaginal bleeding. chronic hypertension لا هو ما قاليش ان هي hypertensive من قبل الحمل. abruptio placenti دي abruptio placenti من عندي vaginal bleeding فده abruptio placenti. اوكي تمام. عشان هي تمام يا دكتور فانا كملت بيها اكتر شويه, فالصح المفروض انضبط.
يعني حتى لو كانت هي هايبرتنشن وبعدين جالها فاجينال بليدنج برضو هيبقى اسمها ابرابتو بلاسنتي، يعني لان انا عندي بليدنج هنا. تمام ايوه تمام، هو ده المهم. اوكي اوكي طيب 90 اي 91 سي 92 اي 93 اي الترو فولس 94 فولس. اللي رافع ايده معلش انا اسفه، 93 ولا 94؟ اسف انا بس وقت لما رفعت انا عايز 92. 92 اوكي 92 28 year old prime gravida has an uneventful pregnancy to 31 weeks. يعني ما كانش عندها اي مشاكل في الحمل لحد ما وصلت ل 31 اسبوع. She is then admitted as an emergency with headache. الضغط بتاعها 170 120. dipstick revealed proteinuria 3 plus. fetal CTG is normal. labs are normal. يعني هي كده hypertension severe preeclampsia uncomplicated لانه ما عندناش مشكله في اللابس، و هي عندها بس هايبرتنشن. عندنا هنا هايبرتنشن هنعمل لها انتي هايبرتنسيف ميديكيشن. طب دي معانا دايريتك كونترا انديكيتد اوت بيشنت مونيتورنج للبلاد بريشر. لا انا مش همونيتور بس، انا محتاجه اعمل حاجه ايميديت سيزارين سكشن ترمينيشن ولا اندكشن اوف ليبر. يعني هنديلها انتي هايبرتنسيف ميديكيشن. طب اللي هي السيفير الهدك ده، الهدك لوحده لو هو كسيمتوم لوحده ده مش من الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها لوحدها، فبالتالي عشان اقول ان هي سيفير يعني انا بقيت اللابز عندنا نورمال وما عندهاش اي سيمتومز ثانيه غير قصه الهدك، فبالتالي بديلها انتي هايبرتنسيف اند فولو اب. لو لقيت ان هو في سيمتومز ثانيه هو اللي ساعتها بعمل ترمينيشن، لكن بالنسبه لنا هنا ما عندناش سيمتومز واللابس بتاعتنا نورمال والضغط بتاعها هو اللي عالي يعني سيفير بري اكلامسيا ان كومبليكيتد، يبقى ساعتها بندي انتي هايبرتنسيف ميديكيشن وان مونيتور وان فولو اب. اوكي طب دكتور معلش، هو الديب ستيك تيست ده المفروض يعني في البري اكلامسيا كبروتينوريا يعني بيبقى لحد بلس 1 ولا بيبقى ولا كام يعني، ولا هو كده يعني بلس 3 ده حاجه كده سيفير؟ هو ده هو ده يعني ده كتير. هو نورمالي اولا ديب ستيك ده اتس كرود ميثود اتس نوت اكوريت طبعا ات اول. هو ده الديب ستيك زي بالظبط اللي هو بتعمل كواجوليشن او كده، فانت لازم طبعا بعد كده تبعت يورين اناليسز وتشوف قد ايه هو كام جرام وكلام من ده. لكن دلوقتي احنا لقيناه 3 بلس، احنا 3 بلس ده معناه ان هو يعني اتس نوت جاست توربيد ولا ان هو مثلا ثيك شويه، لا ده ثيك قوي لكن مش لدرجه ان هو عامل لك كواجلوم لونه ابيض يعني. فايتس كرود ميثود ان هو يقول لك، بس يعني ده كتير، ده يعتبر كتير، بس هو كل دول ساينز مش سيمتومز اللي هو بلاد بريشر الفيتد اند بروتينوريا. احنا عارفين ان هي سيفير بريكلامس، احنا عايزين نعرف بس هي سيفير كومبليكيتد ولا سيفير ان كومبليكيتد. فهو بيقول لنا اللابس بتاعتها نورمال، فطالما ان هي سيفير ان كومبليكيتد يبقى بندي انتي هايبرتنسيف ون فولو اب. تمام شكرا جدا. تمام 93 اي الترو فولس 94 فولس 95 فولس 96 فولس 96 ولا 95؟ لا يا دكتور 96. Patient with mitral stenosis should not have diuretic therapy during pregnancy. ليه ما تاخد diuretic عادي؟ الdiuretic contraindicated بس في ال PIH، لكن الكارديك بالعكس، ده الكارديك احنا بنخاف على اللود بتاع الهارت، فهي لو محتاجة diuretic during pregnancy حديها، وطبعا during labor في third stage بديها diuretic بس عشان اقلل اللود على الهارت، فعادي تاخد diuretic ما فيش مشكلة. diuretic contraindicated بس لل PIH لكن مش لكل ال medical disorders، ده بالعكس في الكارديك بنديهم diuretics. اوكي تمام شكرا. 97 ترو 8 97 patient with tight mitral stenosis could be considered for mitral valvotomy during pregnancy. واحدة عندها tight mitral stenosis والمفروض ان هي تاندرجو mitral valvotomy. valvotomy اللي هم يعني بيفتحوا الفالف شويه بتاعه المايترال فالف بحيث ان هم يوسعوها، يعني التايت mitral stenosis دي، فهل دي تتعمل ولا لا during pregnancy؟ اه طبعا تتعمل during pregnancy. there is no contraindication ان انا اعالجها وادي لها الفول تريتمنت عادي during pregnancy عادي، فتعمل السيرجري during pregnancy ما فيش مشكله. اوكي تمام اوكي طيب 98 ترو 99 فولس 100 ترو. اوكي في حد عنده سؤال في الامتحان يا دكاتره؟
اتفضل. في حد رفع ايده مش كده؟ اتفضلي يا منى. دكتور ممكن 91 لو سمحتي. 91 91 33 weeks 31 year old primary gravida is found to have a blood pressure 145/95 يعني blood pressure عالي بتاعها يعني hypertension ده. At her visit at 12 weeks blood pressure كان 145/85 ده ما يعني ما يعتبرش بتاع الهايبرتنشن بس it is يعني مش اللي هو اللي احنا بندايجنوز ان هو hypertensive. She has no proteinuria and she is found to have edema to her knees. الإديمة دي مش بناخد بيها خالص لأن هو البريجنسي أصلا بيعمل إديمة ممكن في اللوليمز. رينال فانكشنز بتاعتها نورمال. هعمل لها إيه دي؟ ده خلاص يعني ممكن تبقى هي جستيشنال هايبرتنشن لأن هو ما عندهاش بروتينوريا فهي دي جستيشنال هايبرتنشن. ضغطها 145 مش هقدر اقول عليها كرونيك هايبرتنشن لانه عند 12 اسبوع ما كانش اكتر من 140 90 كان 145 85 ما كانش 90 فبالتالي عشان كده قلنا عليها ان هي جستيشنال هايبرتنشن. طب هنعمل لها ايه؟ مش بندي ميديكيشن لان احنا بندي ميديكيشن بس لو كانت سيفير اللي هو 160 110 لكن 145 95 ده جاست بن مونيتور. انتي هايبرتنسيف ميديكيشن لا كونترا انديكيت احنا بندي بس لو هي 160 110 دايوريتك برضو لا مش بندي دايوريتك في الهايبرتنشن ديورينج بريجنس. اوت بيشنت مونيتورينج للبلاد بريشر ادي معانا الميديا سيزارين او اندكشن لا مش هعملها ترمينيشن ما عندهاش اي كومبليكيشن فبالتالي بس بنمونيتور البلاد بريشر بتاعها كاوت بيشنت. اوكي دكتور هو مش ممكن يعني نديها دايوريتك عشان الاديمه وهي انه لا 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 totally contraindicated لأن هي ممكن قوي في at any time تبقى superimposed عليها ال وبعدين أنت هدفك أصلا ما هو دايرتك أنت هتديه هنا عشان إيه ما أنت هتوطي الضغط أنت هدفك إن الضغط يفضل 140 90 أنت لو ديتي دايرتكس كمان هتوطي الضغط بتاعها واحنا مش عايزين نوطي الضغط اكتر من 140 90 فلا ما بتديهاش أبدا دايرتكس في كل ال hypertensive disorders of pregnancy. تمام شكرا جدا لحضرتك. العفو. في حد عنده اي سؤال يا دكاتره؟ طيب في حمدي اتفضل. معلش يا دكتور هو في سؤال بره الامتحان يعني. طب اتفضل. هو كان في الكتاب كاتب في البري اكلامسيا ان انا بقيس اليورين او البروتين في اليورين بتاع 24 ساعه فده يعني هو بيتعمل كده ولا اليورين اناليسي؟ بنعمل 24 hours urine collection يعني احنا لما بنقول 300 ملي جرام و500 ملي جرام وكده ده في ايه ده مش في ال one void مش في urine ده في ال 24 hours urine collection يعني بيجمعوا بول بتاع 24 ساعة وبيقيسوا ال amount of proteins فيه. بس انا اقصد ان انا يعني وانا بدايجنوز ده كافي على يوم ولا انا ممكن اعمل تيست بس انا ده ما هو الديب ستيك والحاجات دي بتبقى كرود تيست التيست بتاع كرود يعني اتس نوت فيري اكوريت ان انت لو لقيته هتقول ان هي فيها عندها بروتينوريا 1 بلس 2 بلس 3 بلس كده لكن عشان تتاكد هو الاماونت بتاعته قد ايه بالظبط بتعمل بقى ال 24 اورز يورين كولكشن. تمام طب في سؤال تاني الاي سي ريشيو برضه 24 اور ولا هو لا الاي سي ريشيو مش 24 اورز الاي سي ريشيو انت بتاخد عينه البول وبتقيس فيها الالبوم بتقيس فيها الكرياتينين وبتشوف الاي سي ريشيو بتاعك فعشان كده بنستخدمه برضو اكتر دلوقتي لان هو يعني اسهل في عمايله كمان هو مور اكوريت. تمام جدا تمام. حمدي انت كنت بتكمل حاجه باين مش كده ولا ايه؟ ايوه اهو عليك الاي او دي ار والاوليجو هيدرامينوس لو موجودين في البري اكلامسيا دول يخلوها سيفير ولا عادي ممكن تبقى مريض؟ لا عادي لان هو اساسا ده الباثولوجي بتاعنا ان عندنا بلاسنتال هايبو برفيوجن او يعني بلاسنتال برفيوجن مش كويس فطبيعي ان هو يبقى البيبي اي جي ار او يخليه ان هو يبقى اوليجو هيدرامينوس ده مش انديكيشن فور ترمينيشن يعني احنا بنقول عليها سيفير على حسب اللابس بتاعتنا والسيمتومز بتاعت العينه لكن مش اي جي ار واوليجو هيدرامينوس. تمام طب معلش اخر حاجه التنسيق الامتحان هنا ايه ديتيليال سيلز ان هو في فرق بين ديتيليال سيلز والباستل
يعني epithelial cells ده طبيعي بتبقى موجوده هي. في كل اليورين اللي هو الدات سيلز اللي هي بتبقى ريجنريتد يعني. فبنلاقي عادي ان هو في epithelial يعني اي يورين اناليسس تبص عليه هتلاقي ان في element of epithelial cells موجوده. دول الدات سيلز اللي هي بتنزل وبتبقى شادد من في البول يعني. لكن الباس سيلز دي indicating infection. الصوت بيقطع للاسف. طب هعيد تاني الابيثيليال سيلز يا دكاتره دي اللي هي بتبقى الدات سيلز اللي هي بتبقى شادد في البول. فده طبيعي انه يبقى فيه ابيثيليال سيلز في اليورين يعني certain amount small amount مش كتير والا يبقى كده في element of necrosis في حاجه غلط في الكيدني. لكن طبيعي ان احنا نلاقي شويه ابيثيليال سيلز في اليورين عادي. لكن باس سيلز ده بتنديكيت انفكشن. مش طبيعي ان احنا نلاقي اي باس سيلز ان يورين. تمام يا دكتور شكرا. العفو دكتور. اتفضل. ايوه بس الهيموليسيس هعرفها ازاي في السي بي سي يعني هلاقي مثلا هيموجلوبين هتلاقي الار بي سي هتلاقي الار بي سي كاونت قليل وهتلاقي الهيموجلوبين قليل بس هتلاقي الهيماتوكريت عالي لانه في هيمو كونسنتريشن. فهتلاقي الهيماتوكريت عالي في البري كلامسي هنا او بالرغم ان عندنا يعني لان الهيموجلوبين قليل وار بي سيز قليل طب ما هي ممكن تبقى انيميا. لا هتلاقي الهيماتوكريت عالي فيانديكيت ان هي دي بري كلامسي وبيحصل فيها هيموليسيس. تمام شكرا. العفو. في حد تاني عنده سؤال يا دكاتره؟ هو انا عندي سؤال بس برضو مش في الامتحان ده يعني. كانت هي سؤال عن فايبرويد يعني. اوكي طيب هي 50 سنة. طب ثانية واحدة ثواني بس في حد تاني عنده سؤال في لأن ده حاجة جاينيكولوجي. في حد عنده سؤال في الامتحان ده في الامتحان اللي احنا فيه ده بس عشان انا هاخد نوها بقى برا عشان التسجيل وكده ما يبقاش في حاجة انتربتنج على حاجة تانية. اوكي فانتي ابعتي لي بس على الماسنجر وانا هرد عليك يا نوها. في حد عنده اي سؤال في الامتحان بتاع medical disorders؟ انا عايز اتاكد من حاجه بس دكتور في ال دي ام لو جود كنترول ممكن اقلو الباس ديت عادي صح؟ لو في ايه دايابيتس عندها دايابيتس بس جود كنترول ممكن اقلو باس جيستيشنال دايابيتس ولا انسولين ديبندنت ولا ايه اي حاجه. هو بتقلو بس مش باس ديت يعني تيرم لكن نيفر باس ديت لان ما يبقاش عندنا تو ريسكس مع بعض. فانت you may allow if she is in good control فممكن ت allow it the patient to reach term اللي هو 40 اسبوع لكن never to allow past date. انا كنت افكر على اساس ان هو اللونج ماتوريشن عنده بيكون متاخر كويس. ما هو 40 اسبوع ما هو مش هنقعد لباست ديت لان باست ديت ده بيبقى فيه ريسك بتاع الباست ديت سواء ديس ماتوريتي او ماكروسوميا او كده فمش بن allow past date. احنا ماكسيمم ترم اللي هو 40 اسبوع لكن مش باست ديت. تمام شكرا. اوكي في حد تاني عنده سؤال يا دكاتره؟ شكرا جدا ليكم ميرسي جدا. نوها بعتي لي دلوقتي على الماسنجر هرد عليك على طول. هو ميعاد الامتحان حدد يا دكتور؟ طبعا من زمان جدا 23 يوم الثلاث ويوم الاربع اللي هو مش الاسبوع الجاي اللي بعده اللي هو 25 و26. 25 هيبقى عندنا في القسم اللي هو الكلينيكال و26 هيبقى في القاعه اللي هو الام سي كيو والاي ام كيو الاربع لان يوم الخميس 27 ده اجازه مكان 25 يناير عاملين الخميس هو اللي اجازه. اوكي الساعه كام يا دكتور حضرتك؟ اني بتاع عندي الثلاث ولا الاربع؟ الاثنين. الثلاث هيبقى بيبتدي شارب 8:30 يعني انتوا تبقوا موجودين من 8 في الاقسام بتاعتكم اللي انتوا خدتوا فيها الراوندز وفي القاعه بيبتدي الساعه 10 ان شاء الله. شكرا. العفو. دكتور طب في اني تيبس كده ان احنا ناخدها في بالنا واحنا في الامتحان بتاع التشيك ليست او بتاع العملي او اني ريكومنديشنز؟ لا ما فيش اصل هو ما فيش حاجه غير شيت يعني فما فيش اي مشكله الامتحان. احنا الاسبوع الجاي هناخد انفكشن يعني ما اعرفش هل انتم محتاجين شيت هشوف معاكم في القاعه يوم الاحد انتم محتاجين ان احنا نعمل مراجعه على الشيت ولا لا. اوكي تمام شكرا. اوكي شكرا ليكم. ميرسي جدا يا حمزه. ميرسي جدا. شكرا صلاح. شكرا يا حمزه. ميرسي خالص. باي باي.